يا صحبة الخير، السلام عليكم. يا نخبة الإيمان. إن شاء الله بس أنتهي من ترتيب الأسماء راح نصور اسم الفائز بإذن الله سبحانه وتعالى. مبروك سلفا للفائز. السلام عليكم أصدقائي، اليوم الرابح في برنامج نجوم من الصحابة للحلقة السابعة. رح نسحبه اليوم مع بعض. طبعا الحلقة برعاية محمد حلاق أبو زياد للمواد الغذائية والتجارة. اليوم إن شاء الله رح نسحب اسم الفائز وإن شاء الله يكون يستحق هذه الجائزة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي الأسماء اليوم أنا جهزتها وكتبتها كلها، كل شيء علق في القناة أنا ثبتت اسمه في بين أوراق هاي، وإن شاء الله رح نسحب الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبد الله محمدن هيك اسمه، محمد عبد الله محمدن. ألف مبروك إن شاء الله الجائزة بقيمة 50 يورو. إن شاء الله تواصل معنا عن طريق اليوتيوب أو الفيسبوك وتستلم جائزتك، وحظ أوفر للي ما ربح. وإن شاء الله نشوفكم في الحلقات الجاية.